ومن غرائب يا أحبابي ما يحكى أن الله سبحانه وتعالى قال لملك الموت: هل رحمت على أحد عند نزع الأرواح؟ والله يعلم كل شيء، لكن أراد أن يظهر ذلك. فقال ملك الموت: نعم يا ربي. حين غرق أهل سفينة وبقي بعض أهله على الألواح، وكانت امرأة بولدها ترضعه فوق لوح، فأمرتني بقبض روحها، فرحمت حينئذ على ولدها، ولا يعترض على الله بل نفذ، لكن يخبر ما حصل معه. فقال له رب العزة: فألقيت ولدها على جزيرة، وأرسلت إليه لبؤة ترضعه إلى أن كبر قليلا، ثم قيضت له بعضا من الجن ليعلمه لسان الإنس إلى أن نشأ نشأة كاملة، ودخل في العمارة، وحصلت له الإمارة، ووصل إلى مرتبة السلطنة، وأحاط بجميع المملكة. فبدل أن يشكرني وأن يعبدني، ادعى الألوهية ونسي العبودية وحقوق الربوبية. هذا اسمه شداد بن عاد الذي ذكر الله مدينته في القرآن. فيا أحبابي، الله يرزق أعداءه، فكيف ينسى أحباءه؟